بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مرج البحر. يقول العلماء أن مياه النهر العذب تخترق البحر لمئات الأمتار في منطقة المصب، على الرغم من الملوحة الزائدة لمياه البحر، فلا يطغى أحدهما على الآخر ويبقى التوازن قائما لآلاف السنين وفق قوانين فيزيائية محكمة بتقدير من الخالق عز وجل. هذا الاكتشاف العلمي ذكره القرآن في آيات عظيمة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. سورة الفرقان آية 53. والله أعلم.